بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان الكرام، سعداء بلقياكم في هذه المناسبة الكريمة، مناسبة زفاف أخينا الكريم الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينهما في خير وبركة. وحتى يكون إن شاء الله تبارك وتعالى مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويباهي بها الله تبارك وتعالى ملائكته، سيكون هناك إخوان سيتناوبون على قراءات للقرآن الكريم وكذلك على كلمات بهذه المناسبة. وأول شيء نفتتح به هذا الحفل المبارك الميمون وقراءات، قراءة تجويدية للقرآن الكريم يتلوها علينا الأخ الكريم سامر. بريد تفضل. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر